هوية بريس. عين سند فيرمة مهدية بن سودة. شحال هذا الشيء اللي فوق انت عايشة هنا؟ هذه 40 عام، انا هي الاولى هنايا، كنت عايشة مع الفلاحة. وكيف داير الوضعية ديال السكان في هذه البلاصة هذه؟ دابا وضعية السكان حالتهم ما تما حالة ولدي، حنا غير مساكن ودراوش وما عندنا شيء، وحنا كنتسناو حتى يحن الله من عنده. إذن الشريفة كيفاش حساجتكم الفكرة باش ديروا هذا الفران هذا، وشنو السبب اللي خلاكم ديروه؟ إيوا ولدي ما عندناش والحالة ضعيفة، وقالوا غيزيدوا في البوطة غي هذا، قلنا نضنا العيالة اتفقنا وقلنا راه نديروا فران ديال العواد موجودين هنا، راه نديروا فران، درناه دابا استفدنا منه. كنطيبوا هكا خبيز في العواد وكنمشيو نطيبوا طويبتنا على البوطة اللي عندنا. يعني دابا هذا الفران هذا كيطيبوا منه الناس ديال هذا الحي هذا كامل؟ كلشي. يعني والسبب هو ان كلشي غلا. كلشي غلا ولدي وما عندناش. يعني انتم الشريفة تاثرتوا بزياده في الاسعار وغلا المعيشه؟ كلشي وما طيش. دابا 180 الف فرانك، يلا يوكي غادي دير طبيعه الحال. كلشي زاد، كلشي ولدي زاد، وحنا غير ناس مساكن ما عندناش. يعني ومني كتجيبوا هذا الحطب هذا؟ الحطب غير هنا كاين هنايا. يعني انتم كتمشيو تجيبوه بيديكم؟ كان الشجار وكان هاد الشجرات اللي كاينين كنحيدوا منهم، كنقلعوا من الزروبه، وكان هذا وكنجيبوا نخبزوا. تقريبا شحال من اسره اللي كيطيبوا في هذا الفران هذا؟ شي 10 ياك كثار كاع. وكثار كاع. يعني راه حتى هاد الناس هكايا كيجيو كيعجبهم غير كيجيو يخبزوا معنا. يعني والسبب هو البوطه غلات وكل شيء غلا. يعني البوطه غاليه وكل شيء غالي والمعيشه غاليه، وحنا غير ناس مساكن ما عندناش. يشوفوا من حنا وكنطلبوا سيدنا كاع اكثر منهم. شتي سيدنا هو اللي كنطالبوا حنا، يشوف من حنا وحال خوتنا المسلمين كاملين. حنا راه هاد العيشه ما هياش، ولكن حنا حامدين الله وشاكرينه وجالسين، لان ما عندناش فين غادي نمشيو. حنا هنا جالسين راه ما نخرجوش، باش ما بغاو ما غنخرجوش الا ما عطاوناش الحل ديالنا، النمرة ديالنا نيشان والفلوس داكشي اللي طلبوا لنا غنعطيهم بطبيعة الحال. انا نمرتي بوحدي، انا بالاخص انا اللي قديمة هنا في هاد عين سند من عهد الفلاحة، راه كنطلب بنمرة ديالي. يعني هنا عندكم السكن اللي ما كيدخل عليكم الصهد عليكم وزيد الغلاء المعيشه. مشاو لنا في حويجاتنا، مشى لنا الفراش، رمينا السدادر، رمينا الغطاء، رمينا الحوايج، الخناشيد الحوايج اللي رمينا، كلشي مشى لنا. بقى البيت كيلعب. انا امي مرا كبيره هزها غير ولدي فوق دارو وهربها لي عند الناس لهيها، الناس بعادين على هاد الماء هربها عندهم. والله الا بيتها عندهم عاد لغد ليه. جيت من الخيريه كنسبق درت الطاكسي وهزيت امي ديتها لولدها في زواره. انت جلسي عند ولدك ولدي امي حتى انا هذا، حنا غنباتوا غير في الحقيريه وما نديكش معايا مراه كبيره وحالتك لحالها، نديك انا معايا تما تشطي معايا. مشيت انا وبنتي وولادي وعريساتي وولادي وكلشي مشى. يعني وبخصوص المسؤولين ديال فاس ما كاين لا اللي كيسول حتى شي حاجه. ما كيسقسيوش فينا، ما خاطر المقدم هو اللي كيجي ملي كيشوفها غيمت كيقول لكم عندكم وردوا بالكم هذه الليله راها مغيمه، وهو المقدم اللي كيوقف وما هما ما بقاش شي واحد كيسول فينا ولا كيسقسي. صافي من ديك الليله يعني ملي كانوا جاو ديك المره شافوه هنا الفيضان وتفارقنا بالحد، عطاونا كيسميتو كويشات وهادو وفريش. في الليل هزيناهم وجينا بحالنا كاع، جا ولدي ربط كروستنا وهزينا داك الشيء وجينا بحالاتنا حنا وجيراننا وكلشي. قلنا لهم نوضوا ما نباتوش دابا هاد الليله فيها، ملي عطاونا الغطا نوضوا تقعدوا نمشيو بحالنا. جينا هنا بايتين في اليوم ومن تما من داك العهد ما ضربوا فينا الضربه ولا سولوا فينا، ها حنا مازالين. هوية بريس.